الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ حلوين؟ اه. وحشوكي؟ اه. طيب ماشي، يلا يا فاطمة العبي لك شوية يا حبيبتي. بسم الله توكلنا على الله. استند تاني مختلف غير اللي انا صورته لكم برضو امبارح. حبيت برضو ان انا كل يوم استعرض لكم شكل معين ونوع معين وبرضو خامات فوق الممتازة. النهاردة برضو بستعرض لكم هنا استند 30 قطعة، تمام، بيانات الكرتونة بحاول ان انا اصورها بالتفصيل. هنا 25 سنة ضمان، يعني معناها ان الخامة ممتازة، الماركة معروفة قدامنا اهي. وكمان الستانلس ستيل 18/10. هنا المكونات بتاعته طبعا بيكون كله ستات. ده شكل الستاند. موديلات المعلقة الموجودة انا هصورها لكم، الموديل ده المتاح والموديل ده. هنبدأ نشوفه على الطبيعة ونفتح الكرتونة ونشوفها. هاتي الستاند كده لهنا كده يا خالد بعد اذنك. شكرا. بسم الله، ده شكل الستاند اهون. على فكرة انا بحاول ان انا اوريكم الستاند كمعلومات، حتى لو مش هتشتري من عندي هو كمعلومات ليكم، لان مفيش بيت يستغنى عن المعلقة. المعالق دي خامتها نظيفة جدا على فكرة، الملي بتاعها 3 ملي، شايفين دي رسمة، ده موديل تاني. انا هحاول برضه استعرضه لكم بالتفصيل، بس انا بوريكم شكل الموديل بتاع الرسمة. دي ورقة الشجر، الرسمة دي معروفة بورقة الشجر، ودي الشكل تاني اهو. على فكرة انا اصلا المتاح عندي كمية بسيطة جدا منه، لان كمان ما عادش بينزل، نادر جدا. الشغل ده كله وارد المنطقة الحرة، شغل نظيف جدا، نادر لما بنلاقيه كده صدف، تمام. طب نستعرض الستاند برضو داير ما يدور اهو. ده شكل الستاند. لو سمحت افصل اللي معاك يا خالي. الستاند هنا اهو من على الجنب، نشوف من الجنب برضو من الظهر. لف الستاند خليه في اتجاهي لو سمحت. تمام كده شكل وش الستاند اهو. هاتلي معلقة كده يا خالد. دي شكل المعلقة بالتفصيل. انا بحاول اصورها كمان ببطء عشان الشكل العام يظهر قدامكم. دي شكل المعلقة، نشوف ظهر المعلقة هنا، ختم المعلقة اهون. الماركة قرشة زي ما احنا قلنا، فالختم بتاعها من الظهر اهي. وكمان البيانات اللي على ايد المعلقة هنقراها مع بعض. قرشة جرمانية، ستانلس ستيل. يا مش عارفة بقى هي بصراحة ظاهرة ليكم ولا لأ، هحاول ان انا اظهرها اول. على ما اعتقد ان هي كده ظاهرة. قرشة جرمانيا ستانلس ستيل 18/10. اس اس دي معناها ستانلس ستيل 18/10 مكتوبة، تمام. طب ده شكل معلقة الرز زي ما احنا شايفين، معلقة الشاي. طبعا ده بيكون 6 قطع، ودي 6 قطع معانا. في ايه تاني كمان؟ الشوكة الصغيرة 6 قطع. الشوكة بسم الله، الشوكة الكبيرة تكون 6 قطع ايضا.
تمام. يبقى كده معلقه كبيره 6 قطع، والمعلقه الاصغر 6 قطع، والمعلقه والشوكه الصغيره 6 قطع، والشوكه الكبيره 6 قطع. وهوريكم برضو معانا اخر حاجه السكينه. فهنا الشكل بتاعنا من هنا عشان يبقوا جنب بعض، والسكينه بتكون 6 قطع، هيبقى 6 6 6 6 6، يعني اجمالي العدد 30 قطعه. دي شكل السكينه برضو معانا اهين. وهعمل لكم اختبار المغناطيس برضو. يا فطوم يلا حبيبتي العبي. ده هعمل لكم اختبار المغناطيس على كل حاجه وكل جزء فيها. دي رسمه تمام، هوريكم الرسمه الثانيه برضو. ادي المعلقه بسم الله، معلقه الرز دي شكل الموديل اهو. ادي معلقه الشاي، وهنجيب برضو شوكه الصغيره والشوكه الكبيره، يبقى ناقص السكينه. وادي السكينه، السكينه معانا اهي تمام. بس يا فطوم دي شكل الموديل الثاني كده. انا حاولت ان انا استعرض لكم الاثنين موديل المتاح من الطقم ده بقدر الامكان عشان تقدروا تستوعبوه. معانا برضو اختبار المغناطيس اهو، ما بيشبكش في المعلقه زي ما انا عرفتكم. اختبار المغناطيس ما بيشبكش في المعالق ولا الشوكه، هيشبك اكيد في السكينه اهي. شوف طلعت معانا بيشبك ايه، في السكينه فقط. طب نشوف الموديل التاني برضو اختبار المغناطيس فيه اهو، مشبكش. وهنا مشبكش مشبكش، شبك فين؟ شبك في السكينه فقط. ننزلها تاني ونبدا نرصها. انا بحاول ان انا اديكم شويه معلومات عشان انا بعتبركم فعلا اهلي. قناتي على اليوتيوب دي بعتبرها بيتي التاني، فبحاول ان انا افيدكم فعلا بقدر الامكان. وعلى فكره سعرها مناسب جدا، اما تكون معلقه مختومه هي من الظهر، قرشه الماني و30 قطعه وعلى ستاند وخامه تقيله وارد المنطقه الحره، يعني خامه نظيفه جدا فوق متوقعه كمان، وبسعر كويس جدا على فكره. وطبعا انا عادي اقول لكم السعر في الفيديو عادي، بس انا بحب ان انتوا تكتبوا لي اي تعليق علشان احس ان انتوا فعلا عاجبكم المنتج، وهتلاقيني جاوبتك على طول في اي وقت. انا 24 ساعه موجوده على اليوتيوب. بالنسبة للأماكن اللي بنوصل ليها، احنا بنوصل للمنصورة لحد باب المنزل، المحلة اللي نبرو جميع أريافهم والمنزلة ودمياط بأريافها برضو مدينة. بنوصل قلنا برضو للقاهرة، في أماكن بنوصل لها للمنزل، وفي أماكن بتروحي تستلمي من مقر شركة الشحن حسب عنوانك لو كان متاح للمندوب أو لأ. وبنوصل لإسكندرية برضو، يعني ده رقم تليفوني برضو لأي استفسار برضو على الواتس، انا تحت امركم في اي وقت. 010-19-8-94-2696 ده رقم تليفون الخاص ورقم الواتساب. انا بعتبر ان انتوا فعلا اهلي واختي لكم وام الكل عروسة معانا. اي استفسار تحت امركم، واي طلبات باخدها على الواتساب، بتكتبي لي عنوانك وتفاصيلك بنتحاور كلنا على الواتساب. وانا معاكم على اليوتيوب، وما تنسوناش برضو بالاشتراك. ولو عجبك المقطع ابدأي اعملي اعجاب بيه واشتركي في القناة وعرفي اهلك واصحابك بيها. وطبعا معاكم امكم واختكم ام كريم. سلام عليكم. فطوم هنقول ايه؟ اشتركوا في القناة.
اشتركوا في القناة وما تنسوش تعملوا لنا لايك. يلا سلام عليكم.